لا لا لا، انا شو طلع لي تحت والله. بلشنا. اخوان كيف بلف الدنيا هيك بتضل معه الكرة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد الزردي، رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح نلعب لعبة فيفا 22. كنت ألعب ديفيجن عادي، حسيت اللعبة هيك ناس بسطة مساكين بيعرفوش يلعبوا، يعني سهل. بدي شيء، بدي مستوى أعلى. دخلت على فوت الأبطال ومسح الأرضية، يعني تابعوا، لا تنسوا اللايك والاشتراك واستمتعوا بالفيديو. أوكي، تشكيلة عادية، عنده دي ماريا، عنده إيكاردي، تشكيلته عادية، مش كثير قوية. يلا طبعا بدناش تعليق، أنا بعلق. أوه حرام. أوكي راحت عليك كبير، وهي أوه يقول حرام، كان شكله من النوع المحظوظ. بس خلينا هذا الجول، يا حرام. دقيقة بس أحط صوت الملعب بس ولا كل التعليق، شو رأيكم؟ خلاص خلينا نحط كل التعليق. عدت الكرة، مرت عدت بجوار الكرة، الدفاع. وطي يا صوتها. سلام على التدار، استخلص لهذه الكرة بشكل مثالي. كرة بتتخلص. لم تمر، لم تمر يا اخوان، لم تمر. ساديو ماني، ماني. الفرصة متاحة لإرسال كرة عرضية. كرة خطيرة للتقدم. وقول لا ثو، ليتس جو يا عمري. خذ 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 هاي، خذ هاي، خذ هاي، ابلع. 2-1، 2-0، 2-1. حاب يسجل جول شكلك يا عمري. اوه بدي اجيب جول من بعيد يا اخوان. زي هذا زي هذا زي هذا زي هذا. لا لا لا، دخلنا جوا المنطقة. ديم يقربونا، لسه الكرة بالملعب. شوف هاي من معني، شوفوا شوفوا شوفوا، يا حرام يا حرام حرام. جول فاضي يا باردي. يفقد الكرة. يلا بدل هاي باردي، بدل هاي باردي. يا الله يا العارضة، العارضة يا اخوان. ولا توفى اللاعب، ما اعطاهوش شيء يا عمري. يا كين يا عمري، يا كين يا اخوان، يا اخوان يا اخوان. كنت اقصهم كلهم. وين صاير ايزي الطور هذا؟ يعني العادي، الديفيجن العادي. حاب اجرب مباراة بالابطال، شو رايكم؟ خلاص بعد هاي المباراة يا اخوان بدي اجرب مباراة بالابطال. بس اي شيء بيصير بالنتيجة ما حدش يلومني. خسرت 10 15 عادي، اعتبروها 2-0 عادي. نجيب لكم اياها دبل كيك. غيروا ركنية مبعدة من جاي. تدخلان على حمل الكرة. هاري كين. يمّا يا الجول، يمّا يا الجول يا هاري كين. هاري كين. بس أنا مستواي مستوى الأبطال يا إخوان. أنا مستواي مستوى الأبطال. هذول فرق الديفيجن العادي، هذول إيزي كثير. طلع طلع، شوربة شوربة، طلع طلع. بلنتي، لا والله ما هو بلنتي على الكرة. صار بلنتي، روع المدافع، يستخلص الكرة بتدخل ممتاز. كرة بينية بيضرب فيها خط الدفاع. فرصة هدف لكاردي. اوكي من نفسه عادي. كمان يقول يا روح روح سجل، روح روح، هاي هاي افتح لك مجال، روح روح يا وحش روح. لا يا ممكن تسجله، يلا يلا بتقدر، تقدر انت لها، انت لها. ايوه يا خلينا نحط مباراة ابطال، بدنا مباراة ثقيلة هيك يا اخوان. والله حاسس اني راح اندم، راح اندم على الكلام هذا. بس يما والله فريق ميسي بالنص، هسه انتبهت انه في ميسي. يا ساتر يا رب. مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم، ليلة جميلة هنا والطقس رائع في ملعب
مسي على مين؟ مسي، اوه كيف مرق. أسطورة يا روديجر، مش مشكلة. كيف سحب كل الدنيا يا اخوان؟ شو المسي هذا؟ رمي الله يا زلمة، يلا راح اجيبها من هون يا زلمة. يلا يا زلمة، اوه واو كيف عملتها هاي؟ علمني الحركة. شو جول؟ كيف اجت فيه؟ حسبي الله فيك. الحركات اللي بيسووها، كيف بيعملوا هاي الحركات؟ هل بتابع المباراة غيرنا؟ اوه هيل نو اخوان، كثير مستهتر الخصم والله. يا عمري لا يا بوجبا، حرام. لا ايش في ايش في ايش في يا اخوان؟ كيف مر؟ اح اح يا اخوان ايش في؟ ما بيجيبوا هاي المهارات. هذا مستواي مستوى الابطال يا اخوان. اوكي حاب اسحب كلام عادي، انا مستواي مستوى الابطال يا اخوان. شو الحركات هاي؟ والله اول مره بشوفها باللعبه. انا كل يلف حوالين حاله لحاله هيك، بصير كيف مش يلف هو الكره، لا بلف هو وبسيب الكره. غريب الحركه. شو اللي دخلنا نلعب ابطال يا اخوان؟ ومش بس فوز، لا فوز وذل، بحاول يذله ذله. انا مستواي مستوى الابطال يا اخوان. روح بعرضك يا زلمة، حرام. نفس نفس الله يا حرام. لا 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 انا شو طلع لي تحت والله. بلشنا بلشنا بلشنا. اخوان كيف بلف الدنيا هيك بتضلها معه الكره؟ انا مستواي مستوى الابطال يا اخوان. خذ لك انا لاعب استلم الكره وضيعها، استلم الكره وضيعها بنفس اللحظه. ايش في ايش في حاره؟ ايش في معلم حاج؟ حاج في مجال الكره في رمضان في رمضان. مرر ماما، انا كبس انه يمرر. ليتس جو ليتس جو، انا كبس انه يمرر من اول، انا عشان هيك انعجقت. هذا بستناش انك انت تروح له، لا هو بيجي على لعبك بقصك، بيرجع على لعبك كمان مره بقصك، بيجي على لعبك بقصك. مش طبيعي يا اخوان. لا لا ميسي ميسي جول. مش طبيعي مش طبيعي، من وين بيجيب هالحركات؟ انا مش عارف. انا مستواي مستوى الابطال يا اخوان. لا مش طبيعي. طلع بستناني ارجع، يعني بستنى برجع لاعبي برد بقصه. مش طبيعي، تكتب نفسه مليون. لو انه بتعرف، لو انه بيلعب جد يمكن النتيجه 15. يا اخوان عارف شو بدي اعمل. هو عارف ايش بدي اعمل، مش قارئني. حفظني حفظ. طلع 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 لوين شاطها. مش طبيعي يا اخوان. لا حرام، ليش هيك وقع على الارض الحارس؟ والله والله قارئ ايش بدي اسوي يا اخوان؟ هدف لا يسجل ايام سينمائية في الشباك.
لا لا والله قهر ايش اسوي يا اخوان، مش طبيعي. بلنتي بلنتي ليتس جو يا رب. مش عارف انا شو هون هون على الشمال على الشمال على الشمال على الشمال. ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. خلينا افوز عليها. طلع والله حركاته يا ربنا، ايش فيه ايش فيه يا زلمه. اخبروها انه مجرد لعبه، لا يجب ان يتقنها على هذه الدرجه. طبيعي مش طبيعي، اقسم بالله هزقني حرفيا، مسح الارض فيي يا زلمه. اكرر من اول يا زلمه. مش طبيعي انت. ايش بيه ايش بيه، طلع كيف تمر بالكره. بس بس اخوان انا اسف اسف على الكلام اللي قلته بالمباراة الماضية. بعتذر لكل لاعبي الديفيجن، عمري ما حخش الابطال هاي. اخوان هذا لو بيلعب جد كان يمكن 10-0 جايب علي. مش طبيعي يا اخوان مش طبيعي مش طبيعي، حرمت العب ابطال انا، راح اشوف مباريات ابطال مره ثانيه. حرفيا شقيتني شق، اقول دحو شقيتني شق شقيتني شق شقيتني شق.